واحد من الشباب عرفته لي معه قصة أن هذا الشاب وقع في كل المعاصي والعياذ بالله تعالى، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالتوبة، جاء فذكر لي. فصادف لما كنا في الحج بعد عرفة في منى، طلب مني أن يجلس مع أحد مشايخنا، مع صلحائنا، فرتبت له أن يجتمع به. فلما دخل عليه بدأ يشرح له، قال له يا سيدي أنا فلان بن فلان وقد فعلت أشياء كثيرة. فسبحان الله الشيخ أسكته، قال له يا فلان الله سبحانه وتعالى سترك، فلا تفضح نفسك عندي، ولكن إن شاء الله نحن خرجنا من عرفة وظننا أن الله غفرها، فلا تذكر هذه الذنوب ولا تذكر معاصيك، بل أقبل على الله سبحانه وتعالى في صفحة بيضة جديدة. فتعجبت من الموقف العجيب، واعتبرت من أحسن الدروس التي تعلمتها في حياتي من هذا الشيخ، أنه ما أحب أن يكشف أوراق وستر هذا المسلم، بينما كثير من الناس أحب شيء إليه أن يعرف عيوب الناس وأن يطلع ويظن أن هذا من حب الخير. فهذا خلق عظيم ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بخلق الستر حتى يسترنا وإياكم في الآخرة، نحن محتاجين للستر. لو فضحنا الله ما كان أحد صافحنا ولا جلس معنا في هذه الدنيا لولا ستر الله سبحانه وتعالى. فما دام أنك محتاج الستر فاستر عباد الله، يسترك الله سبحانه وتعالى.